الفواكه بصفة عامة بهالوقت تتعرض إلى هجوم من ذبابة الفاكهة أو ضربة الشمس اللي هي صقعة الشمس، فمن تشوفها بشرت شوي سوت علامة تقصها، إن كانت في فاي أو همبا ها تقصها توها تعلم. أحب أن أرويكم طريقة الإنضاج. من المتعارف عليه أن الهمبا واللومي والفيفاي أي شيء من الفواكه تبى تنضج الأول نحطه في واني العيش، يونية عيش ولا في درام عيش ولا في بخار ولا في ستور ولا في مكان دافي، لكن الحين أنا هذا اللي تشوفونه جت يابس، ها تعرف الحفيرة ها بتلحف. هذا حين يوم أنت بتلحفه لازم تظهر منه يظهر منه غاز اسمه غاز الأثولين، هذا يعطيه حلاوة ويعطيه انضاج، وتسكر عليه وبعد فترة ما يقارب أسبوع بنرويكم الهست. بعد مرور أسبوع كامل تعال نضرب الكاميرا هذه الفيفاي تحت يعني وهذا شكلها قلنا لكم الزين ما يكمل إلا بعناية هذه هي العناية. شو رأيك يا شابي؟ رقم واحد والله. الله أكبر. هذا واحد أنا أكل. كلك حديد العين. ما يبقى له رمزة. الباب من عنوانه. فنخ واحد بس. فنخ واحد روحه يخليك أبوي خير وسهالة ورقم واحد. هذا البذور يعقونها ما يبقى له أي عبالة. رغم أن حتى البذور مفيدة. بذور الفيفاي مفيدة يبسونها يتناعتوا بها. هذا فنخ كامل لجل خاطرك يا شابي فنخ كامل ما بفنيخ بعطيك فنخ كامل وين تكون علي انت زارع وانت متعبل وانت سامد وانت ساجي وانت متعبل من هالدنيا شكرا نمبر 1